لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه. طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش، بس هو البنت من ساعه ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها، وانا بدلعها غصب عني، كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. اه معاك حق. ها صافي يا لبن، حليب يا قشطه. على ميعادنا النهارده. بس يا خساره اللمه دي مش هتكمل، اصل شريهان تعبانه شويه مش هتقدر تيجي معانا. يا ما حسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لان عندها انترفيو النهارده في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقولي لي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبد الله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعال لي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني أمري. تعيش يا سي عبد الله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوية على ايه يا صبوحة؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انتي بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انتي عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي اتكلموه بالطريقة دي. عايزين تفضوها سيرة ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعية، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعية يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيلة. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. يا خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟
وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى يا دهاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. اه بس مفيش شله هنروح انا وانت بس. ماشي هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياه ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. يا باشا والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابة مستنيه. ماشي مع السلامة. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات وأطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي. ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركة ب5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح. لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه. انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه. يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت. هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي بس اللي اضمنهولك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه. يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده الحصان اللي بيعمل كده. يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه. قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه دي خطيبتي حبيبتي يعني مش جايبها بهدلها انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات ليه هاني؟ احسن يا وحش جدعة بنت شوشو. جدعة شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عمالة تمثلي حلو عاملة مرعوبة وخايفة. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر ياخد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبة قوي صعبة قوي. بس ممتعة. لا 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 مش ممتعة. ورحمة امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مرة هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قولهم عصام الحمام مش قادر. بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام. ما كمل اول يا اخي. منك لله يا اخي منك لله. البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. ايه يا عم بندق؟ فيه ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن.
كل حاجة زي ما هي. أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي. المحلات، المحلات اللي برا والمعنوين بتاعت النور، حتى حتى الخشب ده كله كله. يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبدا، كل حاجة كده. والحماويد والأبوة دي وكله كله كله. يا عالدنيا يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، أخبارك إيه؟ مش فاكرني يا راجل، الذاكرة بقى أنت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول أبو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ساعتها كان آخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عم عبده؟ وحشني قوي 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 قوي. بس على فكرة يعني أنا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، هي اللي هناك دي. طيب هات ال طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. ايه ده بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هي اللي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه عم عبده. بس بس في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبده. خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانيه واحده هشد السكينه كله هيولع. اوكي. يا عنكبوت، المكان غريب ده، ناسك خيوطه مش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظه. بس بقى ما تضربوش. لا بس تضربوش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا. بجد؟ بس بقى ما تخافوش. ما تخافوش، أنا حبيت أهزر معاكم بخضكم. وده هزار ده؟ أصل أنا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه، تعالوا. ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. وانا هاني. البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو، انا مش قادره اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي جيب ولغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو تعمل ايه؟ هقعد. استني يا ماما، المكان كله تراب. قرف ده يا حرف. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعد يا شوشو اقعد. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضه.
ما تحاولش مفيش. ايه ايه؟ اعمل لكم كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخطم وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبده البواب. لا 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 اكيد لا، اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص، جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا. طب ما تنضفه، بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه، بصراحه انا ليا ذكريات جميله جدا جدا. تعرفي اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي معلقها، جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبش قد كده، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. امال انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا هايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب التوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل التوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعًا. أنت كمان هتعمل نفسك عارف إن في رقم سري؟ لا أنا بقول أكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش إيه هو الرقم السري. طبعًا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين أنت؟ إيه اللي أعرف منين؟ أي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الأهلي وأفريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932 يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلاص نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك. بعد اذنكم. بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك. اتفضل. ها؟ ايه ده؟